رجل يقول لي جار سيء الخلق ويؤذيني كثيرا، هل أدعو عليه وماذا أقول؟ في رواية للترمذي بطريق الحسن، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الناس كلمات من الفزع: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه. وفي رواية لأبي داود والنسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرهم. وفي كتاب ابن السني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خفت سلطانا أو غيره فقل لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك. والله أعلم.